ومن أزمة الأدوية المفقودة إلى أزمة شح المازوت في الأسواق والتي تهدد قطاعات حيوية، وفي طليعتها الأفران التي لوحت بالإقفال غدا. ولمزيد من التفاصيل حول مستجدات الأزمة معنا مباشرة الزميل نعيم برجاوي. نعيم، هل ستقفل الأفران غدا؟ ما سيكون حال رغيف المواطن يوم غد الاثنين؟ مبارك كمان شادي، كل يعني الأرض الواقع تؤكد أن الكلام عن حلحلة في مسألة الوقود هو كلام غير صحيح، وبالتالي أزمة البنزين والمازوت لا تزال مستمرة، وهو ما يعكسه المشهد في الطرقات. طوابير البنزين ومعظم المحطات مقفلة والقليل منها مفتوح أبوابه. أما بالنسبة إلى مسألة المازوت وهي مسألة حساسة أكثر من البنزين، لأنها يعني تمس بصحة الإنسان وبنقوط عيشه، لأن يعني العدد كبير من المخابز يشهد شح في هذه المادة، مادة المازوت، وبالتالي يضطر بعضهم إلى شراء مادة المازوت من السوق السوداء، وبخلاف السعر الرسمي الذي حدد حوالي 55 ألف، وبالتالي البعض منهم يلجأ لشراء تنكة المازوت ب 75 ألف و80 ألف و90 ألف أحيانا. هذا الوضع قد يؤثر على توفر الخبز لدى كثير من المخابز والأفران، وبالتالي أصحاب المخابز والأفران يتخوفون ويطلقون صرخة كي لا يتكرر مشهد تجمع الناس أمام الأفران، لأن بعضها سيضطر إلى الإقفال في حال لم تتوفر مادة المازوت. وبالتالي نحن أمام حلين، إما غلاء سعر ربطة الخبز أكثر في حال قررت وزارة الاقتصاد ذلك، أم هذا يؤدي إلى انقطاع ربطة الخبز وجميع المكونات الأخرى التي تدخل بهذه المنة بسبب المازوت. نائب الأفران حيشرح أكثر عن الوضع هيدا. معقول نشوف طوابير على الأفران، في أفران تسكر وأفران تفتح مثل مشهد المحطات؟ نعم، شيء طبيعي هذا بده يصير إذا ما تأمنت مادة المازوت بالسعر الرسمي اللي اتفقنا عليه مع وزارة الاقتصاد. هون ما إلا دور وزارة الاقتصاد بتأمين المازوت، هذا دور وزارة النفط، بس مفروض يكون في تعاون بين وزارة الاقتصاد ووزارة النفط، لأن وزارة الاقتصاد هي القيمة على تسعير ربطة الخبز. هون إذا وزارة النفط، بفتكر أنا صار في اتصال بوزارة النفط من قبل الوزارة، واتفقوا أنه الجيش يدينهم 5 مليون لتر من طرابلس والزهراني، يأمنوها طرابلس والزهراني. بفتكر تأمنت المادة هذه بس ما بتكفي، بس إجاني أنا اتصال من نقيب الشمال بطرابلس، الأفران ما وصلها مازوت، إذا وزعوا 1.5 مليون لتر لوين راحوا هوا 1.5 مليون لتر؟ نحن من الزهراني استلمنا امبارح مازوت مش لكل الافران، لانه 1.5 مليون لتر هذول مش للافران كلهم، في للمستشفيات، في المولدات، في الناس بدها تضوي، في الناس، عرفت كيف؟ نتامل نهار الاثنين اذا قالوا البواخر عم تفضي يامنوا مازوت للافران لحتى الناس ما تتجمع قدام الافران، واللي هذا نحن بنرفضه رفضا قاطعا. ونحن ما مستعدين، مش الناس بدها تتجمع بس، لانه في افران يمكن تسكر ويصير شيء قليل منهم فاتح. صحيح، في افران عندها مخزون بكفي كم يوم، في افران ما عندها مخزون. يعني نحن طلبنا منهم هول يومين يامنوا مازوت بالسوق السوداء لحتى ما نقطع الرغيف عن الناس، بس من بعد الاثنين اذا ظلت القصه هيك اكيد ما بيقدروا يشتروا مازوت بالسوق السوداء، لانه الفرق كبير بيناتهم. بس السؤال هون ليش في مازوت بالسوق السوداء؟ هون نحن عم نسأل السؤال، انه ليش متوفر بالسوق السوداء قد ما بدك؟ قد ما بدك في مازوت بالسوق السوداء. هذا يعني ما بيعرفوا اني مين اللي عم يشتغل هالشغلة؟ بيعرفوا، اكيد بيعرفوا، اكيد بيعرفوا، لازم يوضعوا حد للموضوع وما يلعبوا بقصة الرغيف، لانه الرغيف منه لعبة. نحن ما فينا نحمل الناس تتجمع بقلب صلاتنا بالأفران. نعم نعم، حيكون لنا موقف تصعيدي كبير إذا ما تأمن المازوت للأفران. شكرا شكرا. إذن شادي، يعني هذا هو المشهد من مخابز الأفران، لا يوجد أزمة حتى الآن، الخبز متوفر، لكن هذه صرخة تحذيرية من الأيام المقبلة في حال استمر انقطاع المازوت أو بيعه في السوق السوداء.